المصطفى. أيها الأخوة الحضور، أشكركم جميعا على حضوركم هذا، كما أتوجه بالشكر إلى كل من رعى هذا المؤتمر وإلى كل من ساهم في انعقاده، راجين المولى عز وجل أن نقدم فيه ما يستحق احترامكم وما ينفع الأمة وما يكون صالحا لتبني عليه الأجيال اللاحقة بعدنا. سأحاول الاختصار قدر الإمكان لأعرض ما أستطيع عرضه في هذا الباب. نحن نقول المعجزة العددية لها أهمية خاصة من بين جميع جوانب الإعجاز التي يحملها كتاب الله سبحانه وتعالى. كتاب الله سبحانه وتعالى يحمل كل الأبعاد الإعجازية التي يمكننا أن نتخيلها، لكن المعجزة العددية خصوصية. لماذا لها خصوصية؟ لأنها معجزة مجردة عن اللغة، مجردة عن الأفكار المقولبة مسبقا في أذهاننا، مجردة عن الخلافات المذهبية والطائفية. كما يقولون، العدد أو الرقم لا يعرف الكذب والخداع. والأهم من كل ذلك أن معجزة العدد 19 قد وردت في كتاب الله تعالى بشكل صريح وجلي، لذلك تكتسب المعجزة العددية أهمية خاصة من بين جوانب الإعجاز التي يحملها كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن هنا لابد أن نلفت النظر إلى قضية. علينا أن نميز بين المعجزة الحقيقية كنظرية يحملها كتاب الله تعالى في كل حرف من حروفه، وبين مصادفة أو لطيفة تحملها بعض الآيات أو بعض النصوص القرآنية. أنا أرى أن المعجزة تكون نظرية إذا حققت الشروط التالية. أولا، يجب أن نمتلك البرهان النظري على المعجزة التي نقدمها للناس، وأسبين بعد قليل كيف يكون ذلك. ثانيا، يجب أن تستثمر المعجزة العددية في تفسير النص القرآني، لأن كل الجوانب الإعجازية التي يحملها كتاب الله سبحانه وتعالى هي في الحقيقة متكاملة متعاضدة في تبيان ما يحمل من أدلة ومعاني. فهاتان، يعني هذه الشروط يجب أن تتحقق: أن نمتلك البرهان النظري، أن تستثمر في تفسير القرآن، أن يحملها كتاب الله تعالى في كل حرف من حروفه، بمعنى كل نص في كتاب الله تعالى أن يحمل هذه المعجزة. إذن نحن علينا أن ننطلق في المعجزة العددية من مقدمات قرآنية بمنهج مجرد، بمنهج علمي بحثي سليم، للوصول إلى نتائج يحملها كتاب الله سبحانه وتعالى. القضية الأولى، وقبل أن نقول كيف نقدم للناس هذه المعجزة العددية كأداة ندعوهم من خلالها إلى الإسلام، علينا أن نفهم نحن هذه الحقيقة. علينا أن نجمع على مجموعة من الثوابت. الثابت الأول، كيف يعد الحرف المرسوم حرفا في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ لابد أن نتفق في البداية، أنا أتكلم على مستوى الباحثين، على مستوى العاملين، على مستوى المتابعين في هذا المجال. نحن نعتمد الحرف المرسوم وليس الحرف المقروء لأكثر من سبب. لأن الحرف المرسوم هو القاسم المشترك لدرجة ما بين معظم القراءات. يعني مثلا كلمة يا قوم، نحن عندنا أربعة حروف، مكونة من أربعة حروف: يا، قاف، واو، ميم. يعني الألف ليست موجودة لأنها تكتب على شكل ألف خنجرية صغيرة، يعني لم تنزل من السماء كألف، وهذا معروف، وهذا معروف. يعني أنا أعطي بعض القرائن في ذلك. يعني مثلا لو قرأتم في سورة الأعراف في الآية 34: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هنا كلمة يستأخرون كتبت بألف واضحة وصريحة وبينة، يعني ياء، سين، تاء، ألف، ثم خاء، راء، واو، نون. بينما في سورة النحل: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، الهمزة لا وجود لها، عبارة عن حركة، يعني كتبت كحركة فوق حرف التاء. ونقيس على ذلك. إذن نحن نعتبر الحرف المرسوم
في بحثنا في الإعجاز العددي في القرآن الكريم، وهذا أعتقد لا خلاف عليه. تبقى هناك قضية قد يوجد فيها نوع من الاختلاف، وهي الهمزة في بداية الكلمة وفي نهاية الكلمة، متى تعتبر حرفا ومتى لا تعتبر. مثل كلمة آدم، انظروا في القرآن الكريم مكتوبة كلمة آدم على الشكل التالي: همزة، بعد الهمزة حرف ألف، دال ميم. مثل كلمة آخرة أو آخر، كلمة آمن همزة ثم ألف، كلمة شيء شين ياء همزة، وهكذا. متى تكون هذه الهمزة حرفا ومتى لا تكون؟ أنا اعتمدت منهجا قرآنيا من كتاب الله تعالى، هو الآتي: في كتاب الله تعالى ذاته، يعني في الحروف المرسومة في كتاب الله تعالى، إن أضيف حرف إلى بداية الكلمة، يعني التي بدايته همزة، أو إلى نهاية الكلمة التي نهايته همزة، إن حافظت هذه الهمزة على مكانها فهي حرف، وإن ذهبت من مكانها فهي ليست حرفا. هذه قاعدة. مثلا كلمة آدم ورد في كتاب الله تعالى، أنا أسرع لأكمل يعني لألقي أكبر عدد ممكن من الأفكار. مثلا كلمة لآدم أو يا آدم، مكتوبة لكلمة لآدم عبارة عن أربعة حروف: لام ألف دال ميم، الهمزة طارت من مكانها، إذن هي ليست حرفا. إذن كلمة آدم مكونة من ثلاثة حروف، كلمة آدم مكونة من ثلاثة حروف، هي ألف دال ميم والهمزة أعدها كحركة. لماذا فعلنا ذلك؟ لأنه في كتاب الله تعالى عندما يقول لآدم أو يا آدم تذهب من مكانها عندما يضاف لها حرف في بدايتها. كلمة شيء، أنا عندي كلمة شيء مكونة من حرفين اثنين وليس من ثلاثة حروف. لماذا؟ لأن كلمة شيء في القرآن الكريم وردت مرات عديدة تكتب على شكل شيء، يعني الهمزة لم يوضع لها كرسي خاص بها في كتاب الله تعالى. أنتم تعلمون أن النص القرآني نزل غير منقط من السماء. شوف أنت كلمة شيء في القرآن، في على كامل النص القرآني مكتوب على شكل شيء، يعني شين ياء، فوق الياء وضعت الهمزة، يعني لم يوضع لها كرسي خاص بها. لذلك كلمة شيء مكونة من حرفين وليست من ثلاثة حروف. وفق هذا المنهج القرآني البحث، عندما نصل إلى سورة نوح نرى أن سورة نوح مكونة من 950 حرفا مرسوما دون زيادة أو نقصان. وفق هذا المنهج القرآني البحث، سورة نوح مكونة من 950 حرفا مرسوما، وأنتم تعلمون لماذا الرقم هو عبارة عن 950، فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. هنا قد يقول قائل: يعني لماذا سورة نوح مجموع الحروف المرسومة وفق منهج العد القرآني يساوي بالضبط المدة المذكورة في القرآن والتي لبثها نوح على قومه؟ لماذا مثلا سورة محمد، سورة يوسف، سورة إبراهيم؟ نقول نوح عليه السلام معجزته عمره، ولا أريد أن أفصل كثيرا لأن الموضوع يحتاج إلى تفصيل. نوح معجزته عمره لأنه يمثل المرحلة الأولى من مراحل تدرج الرسالات السماوية. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، بتكامل دلالات هذه الآية مع قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه، يتبين لنا أن هناك ثلاثة مراحل للرسالات السماوية. فالمرحلة الأولى اللي ما فيهاش كتب سماوية، مرحلة نوح عليه السلام، كانت المعجزة ملتصقة في شخص الرسول في تلك المرحلة، فكانت نوح عليه السلام معجزته عمره. اثنين، سورة نوح تتميز بأنها من أول كلمة إلى آخر كلمة تتحدث عن الرسول الذي سميت باسمه، وهذه ميزة فقط لسورة نوح. يعني خذ مثلا سورة محمد، سورة يوسف، سورة إبراهيم، بتحكي عن عدة قضايا مش بس عن يوسف محمد إبراهيم، بينما سورة نوح من أول كلمة إلى آخر كلمة تتحدث عن الرسول الذي سميت باسمه. ثالثا، المدة الوحيدة التي ذكرت في كتاب الله تعالى هي مدة لبث نوح عليه السلام في قومه. لذلك سورة نوح هي ميزان، هي معيار لمعرفة الطريقة التي من خلالها نعرف هل طريقة عد الحرف المرسوم حرفا في كتاب الله تعالى صحيحة أم لا.
أنتقل إلى قضية ثانية. معظم الأخوة الباحثين عملوا في الأبجدية المعروفة، هي حساب الجمل، أبجد هوس حطي كلم صعفص. أنا هداني الله تعالى إلى أبجدية جديدة مستنبطة من القرآن الكريم ذاته لعدة أسباب. نحن نريد أن نعمل بأبجدية يحملها كتاب الله تعالى، نعرف لماذا هذا الحرف هذه القيمة له دون غيرها. ماذا فعلت؟ ذهبت إلى كتاب الله تعالى وعددت كل حرف كم مرة يرد في القرآن. يعني مثلا حرف الألف كم مرة يرد في القرآن بأشكاله المختلفة، طبعا الألف مقصورة والألف إلى آخره، يرد حوالي 57,000 مرة. حرف البي، حرف التي إلى آخره. بعد ذلك جعلت رتبت هذه الحروف ترتيبا تنازليا من الأكثر ورودا إلى الأقل، واعتبرت هذا الترتيب عبارة عن قيم عددية للحروف. وأنا عندي من 1 إلى 28، يعني مقفز تشتل 20 إلى آخره. يعني مثلا حرف الألف أكثر حرف يرد في القرآن، يرد كما قلنا حوالي 57,000 مرة، أعطيته القيمة العددية 1، قيمته يساوي 1 لأنه الأول. بعد حرف الألف يأتي اللام، يرد حوالي إذا ذاكرتي ما خانتني 38,000 مرة، القيمة العددية 2. أتكلم عن عدد مرات الورود في القرآن. بعد ذلك حرف النون 3، الميم 4، الواو 5، الياء 6، وأنت ماشي. أقل حرف، حرف الضاء، يرد أقل حرف في القرآن قيمة عددية 28. أنا عندي من 1 إلى 28 هذه الأبجدية القرآنية. إذن نحن الآن أمام أبجدية قرآنية القيمة العددية للحرف تساوي بالضبط، طبعا مع اعتبار خصوصيات لا مجال لذكرها الآن، تساوي بالضبط ترتيب مجموع ورود هذا الحرف في كتاب الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك طبعا أنا أتكلم عن جانب من المعجزة، الوقت لا يسمح، هو جانب هذه الأبجدية. قمنا بحساب القيم العددية للنص القرآني كاملا، فوقفنا على قانونين اثنين يحملهما كتاب الله تعالى في كل حرف من حروفه. أنا أقول في كل حرف من حروفه، وقدمت على ذلك آلاف الأمثلة. يعني المشهورة في الكتب آلاف، هي أكثر من عشرات الآلاف. طبعا تعلمون كيف نقوم بالحساب. مثلا كلمة محمد مكونة من ميم حاء ميم دال، نقول ميم قيمتها 4 وفق هذه الأبجدية، زائد الحاء 18 وفق، نتكلم عن هذه الأبجدية، زائد الميم الثانية 4، زائد الدال 16 تساوي 42. مثلا كلمة العبارة رسول الله، راء سين واو لام ألف لام لام هاء، الراء 8 زائد السين 15 زائد الواو 5 زائد اللام 2 زائد الألف 1، اللام 2، اللام 2، الهاء 7. كيف تختلف؟ القرآن هو النص الوحيد الذي هو قول الله سبحانه وتعالى، بينما الكتب الأخرى هي كلام الله سبحانه وتعالى. القرآن قول الله وكلام الله، بينما الكتب الأخرى هي فقط كلام الله سبحانه وتعالى. الإنجيل هو ما نطق به عيسى عليه السلام، الإنجيل صياغة لغوية من عيسى، لذلك عيسى تساوي الإنجيل. وعيسى يتميز عن كل البشر ودون استثناء بأنه هو فقط هو المليء بالروح. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، مليء بالروح. لذلك انظر كلمة عيسى تساوي كلمة الروح تساوي كلمة الإنجيل في حساب وفق هذه الأبجدية. يعني ننظر نحن هنا إلى بعض التقابلات في كتاب الله تعالى. مثلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذه في الحجر قيمتها 188. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي 188. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون 188. مثلا في سورة الحجر وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، هاي قيمتها 219. بجاوب في سورة الطور بقول له فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، 219. أعيد هذا المثال، في سورة الحجر وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، هناك إجابة على ذلك في سورة الطور، يعني بعد الكثير من الصفحات بقول له فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون،
نفس القيمة العددية 219 219. طبعا هنا كلمة بنعمة كتبت بالتاء المبسوطة وليس بالتاء المربوطة، والتاء المبسوطة قيمتها 11 والتاء المربوطة قيمتها 7، فهل يستطيع البشر أن يستبدلوا التاء المبسوطة بتاء مربوطة؟ طبعا مستحيل. سأذكر بعض الأمثلة لأنها تقوي مثلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، هذه في التوبة قيمتها 519. الآية التالية لها مباشرة: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم، 519. مثلا فرعون يقول لموسى في سورة الشعراء: قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك السنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قيمتها 469. بجاوب موسى عليه السلام: قال فعلتها إذن وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، 469، نفس القيمة العددية. مثلا سليمان عليه السلام عندما قال أيكم يأتيني بعرش قبل يأتوني مسلمين، كم عرض تقدم له؟ تقدم له عرضان. العرض الأول قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من أقامك وأني عليه لقوي أمين، قيمته 334. العرض الثاني قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، 334. ولا أريد أن أطيل، يعني الآية التي يحتجون بها في النسخ مثلا: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، هذه في البقرة قيمتها 370. في النحل: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتن بل أكثرهم يعلمون، 370. طبعا أنا أنكر الناسخ والمنسوخ من أساسه، لكن أنا أتيت بهاتين الآيتين كدليل على ما أقول. أمثلة كثيرة. إذن هذا هو القانون الأول: الكلمات، العبارات، الآيات، النصوص المتوازنة في المعنى والدلالات، قيمها العددية وفق هذه الأبجدية القرآنية المستنبطة من كتاب الله تعالى، وفق مبدأ عد الحرف المرسوم حرفا المستنبط أيضا من كتاب الله تعالى، قيمها العددية متساوية. القانون الثاني وهو القانون الأكبر هو الآتي: كل العبارات القرآنية التي تتحدث عن موضوع واحد، وهنا دور توظيف هذه المعجزة العددية في فهم النص القرآني أولا وفي إيصال ذلك إلى الناس ثانيا، كل العبارات القرآنية التي تتكلم عن موضوع واحد على مساحة النص القرآني قيمها العددية مضاعفات العدد 19 دون زيادة أو نقصان. هذا عبارة عن قانون. النص المصور لهذه المعجزة هو في سورة المدثر، عبارة عن 8 آيات. هذا النص هو الباب أو هو القاعة أو هو الذي يبين لنا حيثيات هذه المعجزة، لكن لهذه المعجزة مفتاح معروف، المفتاح هو قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، والأخ الفاضل سيبين لنا قيمة هذه الآية الكريمة في كتاب الله تعالى. إذن المفتاح هو قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، المدخل هو قوله تعالى عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم، لاحظوا ما قال وما جعلناهم، يعني الذين ينكرون الإعجاز العادي في القرآن الكريم يقول يا أخي هذه الآيات تتكلم عن النار، نقول لهم ما قال وما جعلناهم، قال وما جعلنا عدتهم اللي هو العدد 19 إلا فتنة للذين كفروا، يعني يضع الكافرين في اختبار بين الحق والباطل عند يشاهدون هذه المعجزة، فتنة الذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، ومصطلح الذين أوتوا الكتاب يشمل الرسالات السماوية الثلاث، إذن فتنة الذين كفروا ليستيقن ويزداد الذين آمنوا إيمانه ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك الله يشاء لمن يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. انتهى النص. الآية اللي خلفها ما لها علاقة، كل نفس بما كسبت رهينة.
إذن النص المصور لهذه المعجزة يبدأ بقوله تعالى عليها 19 وينتهي بقوله تعالى لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. حسبت القيمة العددية لهذا النص فكانت النتيجة 2185. 2185 شو 2185؟ يساوي 19 ضرب 115 بدون باقي طبعا. طب قلنا 19 هي مجموع حروف بسم الله الرحمن الرحيم كما هو معلوم. ما هي 115؟ هي القيمة العددية لبسم الله الرحمن الرحيم. بنعيد أخرى مرة، القيمة العددية لهذا النص هي من عند عليها 19 إلى قوله تعالى لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر تساوي، وفق هذه الأبجدية طبعا، تساوي 2185. هذا الرقم 2185 يساوي 19 ضرب 115. 19 هي مجموع حروف بسم الله الرحمن الرحيم كما هو معلوم، وال115 هي القيمة العددية لبسم الله الرحمن الرحيم. يعني بسم الله الرحمن الرحيم الباء 9 زائد السين 15 زائد الميم 4 إلى آخره. إذا لاحظ من هنا بدأنا نبرهن كيف نمتلك البرهان النظري على هذه النظرية. طب لو أخذنا عليها 19 لوحدها هالثلاث كلمات قيمتها تساوي 114 على عدد سور القرآن الكريم تساوي 16 في 6. عليها 19 قيمته عادية تساوي 114 وتساوي 16 في 6. لو أخذنا مثلا وإنه لكتاب عزيز 114 19 في 6، ذلك الكتاب لا ريب فيه 114 19 في 6، ذلك أمر الله أنزله إليكم 114 19 في 6، وهكذا. إذا وصلنا إلى قانون أن العبارات القرآنية وهنا مناط توظيف هذه المعجزة العددية في فهم النص القرآني أولا وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ثانيا، لنقول للعالم تعالوا انظروا في كتاب الله تعالى كيف أنه لو يجتمع أهل الأرض لا يستطيعون أن يستبدلوا حرفا بحرف أو أن يحذفوا حرفا من كتاب الله تعالى أو أن يزيدوا حرفا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. وسأعطيكم مثالا قرأه الأخ الذي افتتح هذه الندوة هذا المؤتمر المبارك، الآيات الكريمة التي قرأها الأخ. أنا أمثلة، أنا كل القرآن حاسبه من أوله إلى آخره. قوله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآية 258 في البقرة، يعني في البقرة ثلاث آيات متتالية تحكي عن موضوع إحياء الموتى. الآية الثانية أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرشه قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله، معروف الآية فأماته الله 100 عام ثم بعثه. والآية التي خلفها وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. ثلاث آيات متتالية تتحدث عن موضوع واحد هو موضوع إحياء الموتى. وفق النظرية يجب أن يكون مجموع القيم العددية لها مجتمعة مضاعفات العدد 19، بالفعل مجموعها 3838 16 ضرب 202. 16 ضرب 202. قد يقول قال والله هذه مصادفة جابها المهندس عدنان كدليل أو شو اسمه. لو نظرنا في هذه الآيات الثلاث لرأينا أن الآية الأولى لوحدها تتحدث عن مسألة داخل هذه المسألة، يعني لها خصوصية تميزه عن الآيتين الثانية والثالثة. ما هي الخصوصية؟ المحاور كافر قال أنا أحيي وأميت ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. لأن لو دخلنا داخل هذا النص لرأينا قضية أيضا، مثلا قال أنا أحيي وأميت من الآية الأولى، هذا القول هو الذي دفع إبراهيم عليه السلام ليقول في الآية الثالثة وإذ قال إبراهيم ربي أريني كيف تحيي الموتى. يعني لو أخذنا جملة قال أنا أحيي وأميت قيمتها 74، هاي من الآية الأولى. من الآية الثالثة وإذ قال إبراهيم ربي أريني كيف تحيي الموتى 192، مجموع المضاعفات العدد 16. وأنا من هذه الآيات أوجدت مئات، يعني دخلت إلى داخل هذا النص فقط وحاولت أن أجد بحسب استطاعتي التقابلات بين العبارات فوجدتها بالمئات. طبعا أمثلة كثيرة، أنا لا أريد يعني أن أمثلة كثيرة جدا جدا استخدمنا هذه النظرية. طبعا النظرية لها عدة أبعاد لا مجال لذكرها الآن،
يعني حتى مجموع الحرف المرسوم في كتاب الله تعالى له قيمة. يعني مثلا ذلك الكتاب 8 حروف، لا ريب فيه 8 حروف. طبعا الكتاب الكتب 1000 خنجرية، مش واحد يقول لي والله 9 حروف. ذلك الكتاب 8 حروف، لا ريب فيه 8 حروف. هذا الكتاب لا يأتيه الريب، ولا يوجد كتاب على وجه الأرض لا يأتيه الريب إلا هذا الكتاب. ذلك الكتاب 8 حروف، لا ريب فيه 8 حروف. الآن ذلك الكتاب ولا ريب فيه 13 حرف، فيه هدى المتقين 13 حرف. أبعاد كثيرة لهذه النظرية، لكن نحن نقول المعجزة العددية من الممكن أن توظف لعدة قضايا، وقد بيّنها الله سبحانه وتعالى بقوله: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا وليرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. هذا العلم يا أخوة يجب أن يؤسس بشكل سليم، يجب أن يتفق على قواعد سليمة، يجب أن نخاطب الآخر بما بالمشترك بيننا وبين الآخر. يعني مش معقول أنا أروح على واحد فرنسي غير مسلم أقول له والله له حلاوة وعليه طلاوة وإلى آخره، ما راح يسمع هذا الكلام. بس لما نقول له تعال انظر إلى كتاب الله تعالى، كيف أن كلمة يوم بصيغتها يوم يوما ترد في كتاب الله تعالى 365 مرة على عدد أيام السنة الشمسية، والسنة في القرآن شمسية وليست قمرية، لأن السنة كحقيقة كونية هي دوران الأرض، السنة كحقيقة كونية هي دوران الأرض حول الشمس دورة كاملة، وهذا لا يكون إلا في 365 يوم طبعا، وجزء من اليوم له قضية أخرى مش هحفظ فيها. يعني توجد للأرض 365 دورة متمايزة حول نفسها في الكون، لذلك كلمة يوم مفردة بصيغتها يوم يوما ترد 365 مرة، كلمة شهر مفردة ترد 12 مرة على عدد الشهور، والشهر قمري، الشهر قمري لأنه عبارة عن دوران قمر حول الأرض. كلمتا البر البحر يبسة نسبتها لبعضها في القرآن تساوي أو تقارب لنقول نسبة اليابس والماء على سطح الكرة الأرضية. عندما نرى في القرآن الكريم أن كلمة الدنيا ترد 115 مرة، كلمة الآخرة ترد 115 مرة، كلمة جهنم 77، جنات ومشتقاتها 77، كلمة الملائكة 68 مرة، الشيطان 68 مرة، الملائكة ومشتقاتها 88 مرة، الشيطان ومشتقاته 88 مرة، وهكذا آلاف الأمثلة. لا أريد أن يعني أنا أود يعني أعتبر الإجابة على أسئلتكم أهم من هذا الإلقاء، ذاك أنا أختصر. وقبل 10 دقائق اللي أعطانيها الأخ لنسمع منكم، وأنا جاهز لأي سؤال ليس فقط في مجال إعجاز العددي، ولكن لأي سؤال في أي مجال. والسلام عليكم ورحمة الله. بما يستفيد بعضنا من بعض، فهذه ملاحظة صحيحة، أنا ابتعدت قليلا، وهذه ملاحظة في مكانها، أنه عنوان المحاضرة كيفية توظيف المعجزة العددية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن أنا أردت من خلال ذلك أن أبين بعض المفاهيم الأساسية التي يجب أن ننطلق من خلالها في ذلك. هل جربتم أبجد هوز؟ نعم جربت أبجد هوز يا سيد الكريم. أنا قلت لماذا بحثنا عن معجزة عن أبجدية يحملها كتاب الله تعالى؟ سأعطيك أمثلة. الحروف النورانية مثلا مع حذف المكرر ألف لام ميم ألف لام ميم راء إلى آخره، في أبجد هوز قيمتها أعتقد 1709، ليس مضافات على 19، بين قيمتها العددية وفق هذه الأبجدية 361 تساوي 19 ضرب 19. شوف تعلق هذه الأبجدية في كتاب الله تعالى، لأنها أصلا هي مستنبطة من كتاب الله تعالى، عليها 19 قيمة العددية أعتقد 1221 هناك، يعني لا تعني شيء. قيمته العادية هنا 114 على عدد سور القرآن الكريم تساوي 16 في 6 وهكذا. نحن أنا هذه النظرية يعني أنا حسبت القيمة العادية لكل النص القرآني، فوجدت النص القرآني يحملها في كل حرف من حروفه. بالنسبة للخروج من النار، نعم أنا في كل أبحاثي الأخيرة أشرح المسألة أولا شرحا لغويا مستنبطا من كتاب الله تعالى، ثم بعد ذلك أدلل على هذا الشرح بالقيم العددية الحروف. نعم الخروج من النار أنا هذا رأيي، وأنا نشرته في الفضائيات،
أنا أعتقد وأبرهن من كتاب الله تعالى أنه لا خروج من النار، من دخل النار لا يخرج من النار، وهناك كثير من الأدلة، منها مثلا وما هم منها بمخرجين، ويقول عن أهل النار وما هم عنها بغائبين، هذه كل واحدة في سورة، وما هم، هذا ما أحفظه الآن، أما في الكتاب موجود، وما هم منها بمخرجين قيمة العدي 105، وما هم عنها بغائبين 105. النظرية كما قلت يحملها كتاب الله سبحانه وتعالى في كل حرف من حروفه. وعد فأقول، أختم إذا وقت أكيد انتهى، نحن عندما نبحث في كتاب الله تعالى إن انطلقنا من مسلمات مسبقة الصنع، وعلينا ألا نتجاوز ما قاله بعض السابقين، صدقوني لن نصل إلى نتيجة. علينا أن نتجرد حين البحث في كتاب الله تعالى، أن ننظر بعيون مجردة يكون فيها الفيصل لكتاب الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.